قدم المصمم الإيطالي بير باولو بيتشولي مصمم دار فالنتينو للأزياء مجموعته الجديدة في الخياطة الرفيعة أوت كوتور لخريف وشتاء هذا العام، مجموعة راقية وهادئة تعود بمن ترتديها إلى حقبة الفخامة والحرية في الأزياء، إذ شهدت الفساتين والكبات الطويلة ذات الملمس الستاني في أول العرض. أصبح بير باولو في مستوى راق في عالم الأزياء، فالمجموعات التي يقدمها اليوم راقية وبسيطة بأقمشتها الفاخرة. هو يصمم جيدا ما تحب أن ترتدي المرأة العصرية. في القسم الثاني من المجموعة قدمت عارضات فساتين فالنتينو على شكل لوحات وطبعات، أتقن بيتشولي حياكتها الذي حرص دائما على أن تكون القطع كبيرة الحجم لهذا الموسم، أكانت بالفساتين أو الأوشحة التي ترافقها. أما ألوان قطع العرض فتراوحت بين الأسود والأحمر والبيج والزهر المحاك من الريش، والذي قدمته عارضة الأزياء العالمية كيا بيرجر ابنة عارضة الأزياء سيندي كروفورد. هذا المصمم قادر على تصميم قطع فاخرة وكذلك معقدة، إنه السهل الممتنع في عالم الأزياء، وهو قادر أيضا على تصميم قطع خارجة عن المألوف. أتمنى أن أصل إلى مستوى بيير باولو في حياكة الأزياء. مكياج ظاهر بقوة شارك بعض مظاهر العارضات كنوع من الأكسسوارات، أما تسريحات عارضات الأزياء فبدت من حقبة ستينيات القرن الماضي بكثافة الشعر وحجمه. مجموعة تذكر بحقبة يونانية أو إيطالية عندما كانت النساء تتباهى بفساتينهن الطويلة والخفيفة وكأنهن يتمايلن في حديقة بورغيزي الإيطالية الشهيرة. من عرض أزياء دار فالنتينو، ليث بزاري، العربية، باريس.